أواقي كل على ليلاه أضناه الهوى وأنا الهوى بمحمد ترياقي. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. أخوات الإيمان والإسلام، شكر الله تعالى عزاءكم ورفع في العالمين قدركم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، شاكرين كل من جاء حتى يقدم واجب العزاء في هذا الراحل الكريم فضيلة الشيخ أحمد رجب خضر عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، فقيد محافظة القليوبية بل وفقيد جمهورية مصر العربية ودولة الأدب والاحترام، سائلين المولى عز وجل أن يجعل قبره نورا وأن يسكنه عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخوة الإيمان والإسلام، لما مات الإمام أحمد بن حنبل جاء للإمام ابن خزيمة في المنام، فرآه الإمام ابن خزيمة يتنعم في الجنة ويمشي مشية لم يكن يعهده عليها في الدنيا، فقال له: يا إمام، ما هذه المشية؟ فقال: إنها مشية الخدام في دار السلام. قال: ماذا فعل معك ربك؟ قال: أجزل حسابي وأكرم مآبي وزاد ثوابي، وقال لي: يا أحمد، هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي. وتالإيمان والإسلام، نعيش وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة نعيش فيها مع جمال القرآن والصوت وهما يتعانقان فيأخذان القلوب ويحلقان، مع قارئ نشأ في بيت القرآن وتغنى بآيات ربه الرحمن، آيات بينات حار فيه بياني فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي، فليتفضل فضيلته إلى منصة التلاوة مشكورا، والله سبحانه وتعالى نسأل لفضيلته التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب
هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار.
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. صدق الله العظيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون
عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وبينهما حجاب وبينهما حجاب لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
إن ربكم الله إن ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين إن ربكم في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. هذا كتاب الواحد الخلاق، في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى، وبه رقي الناس والأعراق. هو للمريض شفاؤه وعلاجه، هو رقية للمشتكي والراقي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني القارئ بإذاعة القرآن الكريم والتلفزيون العربي والإسلامي ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ أول مسجد بني في مصر، مسجد سيدي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. شاكرين كل من جاء ليقدم واجب العزاء في فقيدنا وفقيد جمهورية مصر العربية عامة ومحافظة القليوبية وقرية البرادعة خاصة، الشيخ أحمد رجب خضر عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. شاكرين كل العائلات التي سعت إلى هنا كي تقدم واجب العزاء، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القليوبية والسادة مستشاري المحاكم والسادة أعضاء مجلس الشعب. وقيادات القوات الجوية الذين سعوا إلى هذا المكان كي يقدموا واجب العزاء إلى آل خضر في فقيدهم عليه رحمة الله. وأيضا اللفيف المبارك الذي حضر إلى هنا من وزارة الداخلية وكل من جاء إلى هذا المكان كي يقدم واجب العزاء في فقيدنا عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإيمان والإسلام، من داخل إحدى قصور الضيافة المتنقلة لأمير هذا القصر فراشة الشرشابي، نقلنا إليكم إخوة الإيمان والإسلام خير مستهل ومستفتح لنا لليلة التكريم. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل القرآن له شفيعا، وأن يجعله له أنيسا، وأن يجعله له جليسا،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى عود بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.